حاجة في قلبي بجمالك في عيونك بدلالك في جفونك بجمالك في عيونك بدلالك في جفونك لست أدري لا مخبي كل شدوى شوفها رسمك كل كلمة قولها اسمك كل شدوي انت حبي مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة. سهرتنا بلشت وبلحظة بتربح بلش على الشاشة السورية الأولى قناة سما الفضائية. كل يوم عم بيزيد الحماس، عم بيزيد عدد الرابحين والكاش عم يكتر، وطبعاً عم نتعرف عليكم، نسمع أصواتكم ونسهر سوا سهرة حلوة. نحن كتير مبسوطين بالتفاعل والكومنتس أنا والباند وكل كادر البرنامج، وأكيد ناطرينكم لحتى تكونوا معنا بالاستوديو لنربحكم الملايين. بعتوا هلأ كلمة مميز من أي خط سيريتال على الرقم 1122 ومن أي خط MTN على الرقم 1100. هاي كويز مفاجئ. يسعد مساكم شباب. مساء الخير، كيف الأمور اليوم؟ ممتازة، الجو رايق اليوم. تمام، انا ما انا كثير متقل بصراحه مثل العاده. انت ما انك متقل؟ لا انت ما بتقل نو. وانت برد؟ والله شوي كان شوي كان شوي برد امبارح. اي برد بصراحه، يعني اليوم يعني انا لابسه شوي هيك سوت ناعم. يعني شو الاخبار والامور والاصداء؟ الاصداء ممتازه. كمان شباب بكره في عنا 10 مليون ليرة سوري. ال 10 مليون ليرة سوري رح تكون لرابحين اثنين، كل رابح رح بيربح 5 مليون ليرة سوري. لهيك لهلا لسه عندكم فرصة انكم تشتركوا معنا وتربحوا الملايين. حاولوا انكم تبعتوا المسجات على الارقام اللي عم تظهر على الشاشة وتكونوا معنا بكرة بالاستوديو. معنا اول اتصال، عماد. عماد. أيوة. من الشام، مساء الخير. هلا مساء النور. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. خلي لي اياك. من وين عم تحضرنا يا عماد؟ الله يسعدك. من دمشق، من الشام. انت ومين؟ والله حاليا انا موجود بالعمل، يعني انا واصدقائي. تحيه لك والله يعطيك الف عافيه يا رب. طبعا نحن كثير مبسوطين بوجودك معنا وان شاء الله بيكون حظك حلو. الله يسعدك وانا بالاسف ان شاء الله. جاهز السؤال الاول؟ ان شاء الله. حنشوف السؤال الأول يلي هو صح أو خطأ. فريد الأطرش هو ملحن قصيدة الأطلال يلي غنتها أم كلثوم، صح ولا خطأ؟ فريد الأطرش هو ملحن غنية الأطلال. هو ملحن كتير مشهور معروف سوري. شو رأيك؟ صح. أنا بقول إنه خطأ. لا انه خطا. لك بما انه اول اتصال وانت اول حدا معنا حقول خطا. هيك دفشه صغيره. تمام. يلا خطا. اذا خطا. عماد. أيوة. ان شاء الله نقدر نرسم البسمه على وشك وان شاء الله يكون ربحك حلو. حنشوف هلا
في عنا 8 بطاقات تمام من الواحد للثمانية، بدي اياك تختار معنا رقمين. رقمين من الواحد للثمانية. 7 و4. 7 و4. ان شاء الله يكون حظك حلو. وهي اول 50,000. عماد. ايوه. شو بتشتغل حضرتك؟ حلويات. برافو عليك، الله يعطيك العافيه، بدنا ندوق بس. الله يعافيك، تكرم عيونك. خلي لي اياك يا رب. هلا حنروح نحن وانت للسؤال الثاني يلي هو صح وخطا ايضا. اوكي، عدد طوابق برج ايفل 3 طوابق، صح او خطا؟ خطا. خطا. والله عم تعذبني انت يا عيمان، عم تعذبني. صح. 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 إجابة صح. عماد تفضلي. انا لاني انا دارستها فانا بعرف انه هي ايه 3 طوابق. عماد حنشوف الربح. ايوه دول بالحظ هلا معنا تمام. يلا يا رب. فبدي اياك تقول لي ستارت. شو قلت؟ يلا قل لي ستارت لحتى نبلش ونشوف شو حظك. ستارت. يلا تفضلي ستارت. اخر وحده هي لئيمه. عماد ما ربحت شيء بهذا السؤال، بس انا بوعدك رح نعوض بالسؤال الثالث والمرحله الثالثه، لسه في لعبه ولسه في سؤال. بدي معنوياتك تكون عاليه، انت ما خسرت ان شاء الله، لسه مكملين بالربح. والسؤال الثالث يا عماد تفضل. يلا حنشوف انا وانت السؤال سوا، ان شاء الله يكون سهل، وحتى لو ما كان سهل نحن بس لا نحن ساعدناك كثير اليوم صح؟ شكرا لك. صعبة صح؟ اوكي عماد، مين الفريق يلي فاز بضلي بدوري ابطال اوروبا سنه 2010؟ بتحضر طابه؟ والله مو كثير. مو كثير، طيب حاعطيك الخيارات. دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، انتر ميلان، برشلونه، تشيلسي او بايرن ميونخ. كل هدول ايطالي. هو ايطالي. ميلان. ميلان. انتر ميلان. اجابتك صحيحه. عماد اكيد لسه في عندنا فرصه نربح اكيد، فهلا حنشوف شو هي المرحله. هي عندنا اللعبه 3 بوكسات، بدي اياك تختار رقم من الواحد للثلاثه. شو هو خير الامور اوصفها؟ 2. 2. يلا ان شاء الله يكون من حظك الربح الكبير يا رب. ألف مبروك يا عماد. الله يبارك فيك يا رب. عماد ألف مبروك، وبكرة في عنا 10 مليون ليرة سوري لربحين اثنين، كل رابح رح يحصل على 5 مليون ليرة سوري، فبتمنى أنك ترجع تشارك مرة ثانية. طبعا رح ناخذ هلا اتصال ثاني. يا مساء الخير. مساء الخير عزيزة. والله أنت عزيزة علينا، بس ردي علينا عزيزة. ما بدها ترد علينا، هاي بتعذبنا مثل جعفر، مثل جعفر امبارح. ما حدا بيلتقى مثل جعفر. عم تشاركوا أنتوا بالمسجات؟ ايه طبعا، بس انا اول شيء بدي راجع الرقم بصراحه. انت بالارقام. والله انا في مشكله بالرياضيات. انت ادبي ولا علمي؟ للاسف علمي. للاسف للاسف علمي وهندسه كمان. انا هندسه.
والله مشكلة كبيرة. حذكرك فيهم. يلا. 1100 من أي خط ام تي ان تبعت كلمة مميز و 11 أي خط سريتين بسأله، بتصل فيه بسأله أول شيء بعدين ببحث. طبعا أنت هيك يعني لازم كل العالم هلا عرفتك، فلازم بس يسألوك خلص تكون جواب تحت لسانك. أنا بمشي هلا، بصير بكرة وبلش راجعة يعني بتضبط مشي. طبعا بدي أذكركم بالمصداقية، المؤسسة العربية للإعلان هي اللي عم توزع الجوائز، ففيكم أي حدا ربح أو رح يرجع يربح معنا يستلم الجائزة من المؤسسة العربية للإعلان. رجعت عزيزة، مساء الخير. الو، يسعد مساكي. هلا مساكي يا رب يخليكي. كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف شهر رمضان معك؟ رمضان كريم عليك. انا ما كثير يعني متحيزه للنساء، بس انه كل ما ادق هيك صبيه بنبسط. من وين عم تحضرينا؟ احنا بالاكثر سماع هالصوت الحلو. تسلمي لي. والله يا رب. على الطريق مع زوجي. على الطريق يا ميت، اهلا وسهلا فيكي وبجوزك. نحن عندنا برنامج اسمه على الطريق، عم يطلع قبل برنامجي انا، هي هيك هيك صدفت معك. عم تحضرين؟ عم بحضره. يا اهلا وسهلا فيكي، وين رايحين هلا بهالمساء الحلو؟ كنا عند اهلي ولو راجعين على البيت. ما في احلى من لمة الاهل. عزيزه جاهزه للربح؟ اكيد رمضان لمة الاهل. اكيد ان شاء الله. يلا حنشوف شو هو حظك. حنشوف السؤال الاول، صح او خطا. أصل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي من إسبانيا، صح أو خطأ؟ خطأ. أيوه. زوجك بيحضر الرياضة شكله، سمعته قال خطأ والإجابة خطأ. يعني أنا كتير حبيتكم، جوزك ريالي أنا ريالية كمان، فهذا السؤال الثاني انا اكيد رح ساعدك، مع انه انت يعني مالك بحاجه مساعده، بس اكيد رح ساعدك. هلا في عنا دولاب الحظ. جميل يا رب. دولاب الحظ بدي اياكي تختاري او تقولي لي ستارت، حنبلش انا وانت وان شاء الله يكون ربحك كبير. ستارت. ستارت. يلا. ستوب. عزيزة هاي أول 50,000. حلو الكاش على الطريق صح؟ يلا حنزيدهم أكيد. يلا حنشوف السؤال الثاني، صح أو خطأ. الجبنة العكاوية تستخدم في صناعة الكنافة النابلسية، شهوني والله. اختصاصة. صح أو خطأ؟ صح. وإجابتك صحيحة. هلأ حروح للربح. في عنا ثلاث بوكسات من الواحد لثلاثة، بدي اياكي تختاري رقم من الثلاث ارقام. ثلاثة. اوكي. كانوا 50 وصاروا 100. يسلموا. لسه في سؤال ثالث واكيد حنزيد ال 100,000. جاهزه؟ ان شاء الله يطلع محرز يعني. ان شاء الله المليون يا رب. السؤال الثالث بيقول، من قام باخراج مسلسل نهايه رجل شجاع؟ نجدة انزور، وائل زيدان، ايمن زيدان، او مصطفى العقاد؟ نجدة انزور. والله ما عم تخليني ساعدك، ما عم تسمح لي، قديشك لذيذة، برافو عليكي. هلا زبطت عزيزة اللذيذة، حنروح للربح. في عنا 8 بطاقات،
من الواحد للثمانية، بدي اياكي تختاري رقمين من الثمان ارقام. ستة. ستة و الرقم الثاني عزيزة. أيوة بدنا رقم مان. غير الستة، رقمين ستة وثمانية. أوكي طيب خمسة، هنشوف الرقم خمسة. مية ألف، صاروا 200 ألف. عزيزة بتمنى ترجعي تشاركي معنا، نحن كثير انبسطنا فيكي، وبكرة في عنا 10 مليون 5 مليون لكل رابح، إن شاء الله تكوني من أصحاب الحظ يا رب. إن شاء الله تصبحي على ألف خير. هلا بدنا نسمع أغنية ظريفة. يلا مساء الخير، مكملين معكم سهرتنا الحلوة، لسه في كتير جوائز بانتظاركم اليوم وممكن بأي لحظة تربحوا. بدي أذكركم أنه بكرة رح بيكون في عنا 10 مليون ليرة سوري مقسمين على جائزتين، 5 مليون لرابحين اثنين، والسحب رح يصير بالاستوديو على الهواء مباشرة بدون أسئلة ولا ألعاب، مجرد ما طلع رقمك على الشاشة فأنت ربحت معنا 5 مليون ليرة سوري برسالة واحدة. ممكن تدخل معنا بالسحب، بلشوا من هلأ ولا نقاط أكثر، بعتوا كلمة مميز من أي خط سيرياتيل على الرقم 1122 وأيضا من أي خط MTN على 1100. يسعد مساكم عن جديد. شو رقمك أنت؟ MTN ولا سيرياتيل؟ MTN.
ان شاء الله يطلع رقمك بكره. تخيل اذا بيطلع رقمك قديش حلو تتصلوا فيني لايف هون هلا. بس حذر شو بيصير، بيقولوا خلص واسطه لا في ايوه لا في مزاخيه ولا شيء. هلا نايا من حلب، مساء الخير يا نايا. مساء النور، كيفك شو الاخبار؟ منيحه. رمضان كريم. ينعاد علينا وعليكم الخير والصحة. يخلي لي اياك، ان شاء الله بيكون شهر خير وبركة علينا وعليكم يا رب. نايا، مبين من صوتك انك هيك بنوتة زغدورة، قد ايه عمرك؟ انا 16. ان شاء الله العمر كله يا رب، وان شاء الله يكون حظك حلو معنا. جاهزة للربح؟ ان شاء الله. يلا يا نايا، صح او خطأ؟ تتسع حدقة العين عندما ينظر الانسان الى شيء يشعره بالفرح، صح او خطا؟ مثلا يعني وقت العالم بيطلعوا بحدا بيحبوه مثلا، او بيحسوا بالفرح، او مثل ما لما دولاما اجى على الاستوديو مثلا، عرفتي؟ روعه فرح. بتتوسع حدقه العين ولا لا؟ ايه بتتوسع حدقه العين لما بنشعر بالفرح. برافو عليكي، انا بتوقع الاجابه صح. هلا نحن قلنا لك تتوسع حدقة العين، عم تعمل لي هيك بتطلع العين لبرا، هيك بتطلع لبرا وطلعت لبرا. نايا جاهزة للربح؟ ان شاء الله. دولاب الحظ معنا، بدي تقولي لي ستارت. يلا يا نايا، بس قولي لي بلشي. ما سمعت ولا شيء. يلا حبلش عندك انا، ستارت. وهي أول 100,000، ألف مبروك. نايا أنتو مشهورين بالأكل الطيب، لساتك صغيرة بس أي. الماما علمتك هيك كم طبخة؟ لا والله لسه معك وقت، لسه معك وقت، يعني أنا فيك تقولي بال 22 بلشت أطبخ، وقت متأخر شوي بس يعني أمور رواق. هلا يا نايا حنروح للسؤال الثاني، صح او خطا، وان شاء الله اكيد رح نساعدك. عاصمة اليونان هي اثينا، صح او خطا؟ اثينا. اثينا اي عاصمة اليونان اثينا. يا عيني على البنات الصغار المثقفات، اجابة صحيحة. كثير عم بين فيمينست انا ومتحيزه للبنات. عم تبيني بنوب. نوب. نوب. ابدا. هلا جكارة فيك، تحيز الشب اللي رح يحكي معنا. هو شب. اذا كان في شب. هلا بتطلع بنت. يلا نايا، ثلاث صناديق معنا، بدي اياكي تختاري رقم من الواحد للثلاثة. يعني رقم عشوائي طيب. ايه من الواحد للثلاثة، أنت شو حابة تختاري؟ اثنين. إن شاء الله الربح يكون كبير. هاي تاني 100,000، مبروك يا نايا، صاروا 200,000. نايا عم تحضرينا من التلفزيون؟ لا والله لأنه ما عندنا كهرباء للأسف. كم أخت وأخ عندك؟ عن جد ما بقى أسأله. أخين. الله يخلي لك ياهن يا رب، حتعطيهم شيء من الجائزة هيك عيدية خلينا نقول؟ بفكر. تفكري؟ والله شكلك ليكي، أنا برأيي ما تعطيهم. هلا إذا بيسمعني يا أخي بيقتلني. يلا حنروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يا نايا بيقول، مين فاز ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعام 2010؟ إسبانيا، البرازيل،
ألمانيا أو الأرجنتين؟ مين فاز بطولة كأس العالم 2010؟ 2010. شو رأيك؟ ما استجابت هذه الخيارات. مين فاز ببطولة كأس العالم لعام 2010؟ ألمانيا؟ أنا إسبانية. لا هو أنا إسبانية. هو إسبانيا. ألمانيا. خلينا نقول إسبانيا، شو رأيك؟ إسبانيا. لأنك جاوبتي على سؤالين فأنا حساعدك بهذا السؤال. إسبانيا إذن، وهو إجابة صحيحة. أنا ما عرفت أنت مين بتشجع. أنا ما بشجع حدا، أنا نمت. أنا من كتر ما بكره الفوتبول نمت بالنهائي هذا 2010. زيني فهد الحكي. خذوني إجباري يعني. واليوم فريقي عم يلعب كمان. بس كنت متحمس وبدي شارك فطلعوا علي العالم مبسوطة. بالضبط، أسأل كرة القدم لما بيكون عم يلعب ريال مدريد بيجي بيسألك أنا عرفت شلون. ما بتلاقي غيري تسأليني. يلا يا نايا، عندنا 8 بطاقات من الواحد للثمانية، بدي إياكي تختاري رقمين اثنين. شو هن الأرقام اللي حابة تختاريهم؟ 2 و5. 2 و5. اوبا، ان شاء الله تطلع البطاقه الثانيه نفس الشيء. للاسف يا نايا ما ربحت شيء، ولكن ربحك اليوم معنا هو 200,000 ليره سوري. ان شاء الله الف مبروك، ونحن ربحنا انه تعرفنا عليك وعلى اهل حلب الطيبين. هناخذ اتصال ثاني. أحمد، يسعد مساك. أحمد من حما، يسعد مساك يا أحمد. رد علي، بدي أسألك سؤال عن الحلاوة، حلاوة الجبن. شو يا أحمد؟ ما في أحمد اليوم. إمتى بدك توعدني تحضر طابة؟ ألو. يعني بليز. بليز. ألو. أحمد يسعد مساك. يسعد مساكم. رمضان كريم عليك وعلى أهلك يا رب وعلى كل أهل حما. علينا وعليكم إن شاء الله. خليلي إياك أحمد، حنسألك سؤال غليظ قبل ما نبلش، هذا ما عليه ربح، هذا سؤال بلاش. حلاوة الجبنة حمصية ولا حموية؟ هلا هي الأصل لحمة حلاوة الجبنة. يا عيني، أنت 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 عنصري، أنت عنصري. يلا يا أحمد، جاهز للربح؟ جاهز. يلا ان شاء الله يكون حظك حلو. صح او خطا يا احمد، السؤال بيقول الفولاذ ينتج عن خلط النحاس مع القصدير. اختصاصك مو شو رايك بهالحكي؟ عم بيقول لك يزن اختصاصه وهالحكي ماله كثير هيك، بس لانه من حموي. صح، لانه حلاوه الجبن حموي. صح صح. ما تردي عليه، خطا. صح صح. عم بيقلي لازم مصر، خلص مصر. واذا لا تمام، خذ مني انا اختصاصي تعلم شو بدك. انا ما انا ما دخلني، انا هقول لك انت انت لسه عندي يزن وبيقول لك يزن انه خطا، فحنشوف اذا اجابه يزن صحيحه. جاهز؟ نمشي مع يزن. اجابه صح، اذا خطا. هي خطأ، بس حنسألك شو من ماذا يتكون الفولاذ؟ الفولاذ هو حديد بس معمول بظروف تانية، مو بالقصدير يعني. هو ما له علاقة لا بالنحاس لا بالتفور الرحمخ هيك الأرجيلة وكذا. هذا المهم. حنشوف شو هي الربح هلا. ثلاث صناديق، بدي اياك تختار رقم من الواحد لثلاثة. شو هو الرقم اللي حابب تختاره؟ واحد. واحد. يا رب. وهي أول 50,000، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت
ومين عم تحضرنا يا أحمد؟ والله أنا والوالدة وزوجتي. تحياتي لإلك ولوالدتك وزوجتك، وطبعاً إحنا كتير مبسوطين بتفاعل أهل حما، مو مشانك يعني، بس إنه بس أنا مش يعني حلاوة جبن خط أحمر إذا تريد. مبسوطين فيكم كتير عن جد، يومياً عم بيكون في عنا كتير اتصالات من حما. هلأ حناخد السؤال الثاني أنا وأنت، جاهز؟ إيه جاهز. يلا، في أي عام قامت الحرب العالمية الثانية؟ 1940، 1939، 1945 أو 1912؟ فينا نقول إن انتهت بال 45. 1945 انتهت بال 45. يبقى عندك باقي الخيارات، يعني فينا نقول استمرت 6 سنين أو 5. 1939. إذن حنشوف إذا الإجابة، لا الإجابة صح. يعني على 39 الألمان هيك عملوا شوشرة، بال 45 فوتوا الدنيا ببعضها، الاتحاد السوفيتي نهاها. دولاب الحظ، جاهز؟ جاهز. يلا يا رب. كان معك 50,000، هلا حنشوف قد ايه رح تربح. اللي ستارت. ستارت. يلا. وصاروا 120,000، ألف مبروك. الله يبارك. هلا بما انك من حما وما في عندنا حدا عنصري هيك بيتعاطف مع اهل حما، حنحزرك غنيه تمام من الباند من يزن. تمام يلا جاهز؟ حتعزف له؟ رح نعزف غنيه. بدنا تحزر شويه الغنيه ونحن ان شاء الله رح نساعدك، فركز معي. معروفه بزعل منك اذا ما حزرها. قال بيزعل منك اذا ما عرفتها، لازم تعرفها. خلص ما يلا. يلا يلا يا شباب. هلا انا عرفتها بس ما بعرف اسمها، يعني انا عرفتها. انا ابدا لك بس قلي انه عرفتها على الاقل. شو يا احمد؟ والله صعبه شوي. طب سمعانا قبل؟ غريبه علي شوي. صعبه من المغرب العربي. خلينا نقول هي الموسيقى بيقولوا لها راي. بيقولوا الراي. راي اول كلمه. يا رايح. يا رايح. مو كتر ملايح. يا رايح. يا رايح وين مسافر؟ الله عليك. برافو عليك، إجابة صح. برافو. يلا. يا الرايح.
العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تحيا وتولي شحال نحنو العباد الغافلين قبلك وقبلي يعني مكيف احمد. احمد غنينا لك غنية لذيذة، شو رأيك؟ والله يخلي لي اياكم. نحن كثير مبسوطين فيك طبعا، كثير مبسوطين بوجودك معنا وبكل اهل حما. وهلا حنشوف قيمة السؤال. شكرا. جاهز؟ في عنا 8 بطاقات من الواحد للثمانية، بدي اياك تختار رقمين من الثمان ارقام. تمام. شو رأيك؟ واحد 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 و الرقم الثاني. سبعة. واحد وسبعة وصاروا 200,000. ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك يا أحمد. بدي ذكرك أنه بكرة عندنا 10 مليون 10 مليون ليرة سوري لرابحين اثنين. طبعا كل رابح رح يربح 5 مليون ليرة سوري، فبتمنى منك تكمل معنا بالمسابقة. وطبعا بآخر الشهر الكريم في عنا 30 مليون ليرة سوري لصاحب أكبر عدد من الرسائل. سهرتنا مكملة معكم أكيد، رح أروح لفاصل صغير ونرجع. يسعد مساكم، سهرتنا الحلوة بوجودكم وتفاعلكم لسه ما خلصت أكيد، وما خلص وقت الربح. بلحظة بتربح على قناة سما الفضائية، مكمل لنهاية الشهر الكريم. وبدي ذكركم أنه رح بيكون في عنا رابح وصاحب أكبر عدد من الرسائل يلي رح يربح 30 مليون ليرة سوري بنهاية هاي المسابقة. لهيك كتروا مسجات. الطريقة كتير بسيطة، بعتوا كلمة مميز من أي خط سيرياتيل على الرقم 1122 وأيضاً من أي خط MTN على 1100. وبدي أقول لكل الرابحين يلي بيحملوا أرقام MTN، كل يوم MTN رح تقدم لكم هدية باقية رمضان على MTN TV لحتى تشوفوا من خلالها أهم القنوات التلفزيونية وأحلى المسلسلات والبرامج الرمضانية، وطبعاً بدون أي كلفة على استخدام الانترنت. طبعا حنشوف هلا شو هو الاتصال القادم. يمكن معنا صبية. ترحيب للصبايا. وهي اول محافظة لو هيك انت للبنات. لا بلوم بلوم. انت مو متحيز لحما وانا مو متحيزة للبنات. روان من القنيطرة، يسعد مساكي. ومساكي يا رب. أول مرة حدا بيشارك معنا من هاي المحافظة، تحية لإلك ولكل أهل قنيطرة. طبعاً لقنيطرة السورية يلي نحن زرناها ونحن صغار. أنا من وقت كنت صغيرة برحلة المدرسة زرتها، فهي من أجمل المحافظات السورية. وطبعاً نحن مبسوطين فيك دائماً وبمشاركتك معنا. مع مين عم تحضرينا يا روان؟ والله أنا وجوزي. يا ميت أهلا وسهلا فيك وبزوجك وبكل الأشخاص يلي عم يتابعونا اليوم على البث المباشر. جاهزة للربح يا روان؟ ما شربتي قهوتك لسه بعد الإفطار؟ بدنا ياكي تصحصحي. في عنا أول سؤال هو إن شاء الله ألف صحة. صح وخطأ، حنشوف شو السؤال. على قلبك. ألكسندر جراهام بيل هو الذي اخترع الهاتف. هو اللي بلانا واخترع الهاتف. برأيك الإجابة صحيحة؟ صح. صح. إجابتك صح.
يلا يا روان حنشوف شو قيمة السؤال على دولاب الحظ. بس قولي لي ستارت. والله يا روان القهوة ما أخذت مفعولة أنا متأكدة. يلا ستارت. روان هاي أول 100,000، ألف مبروك. شكرا لك. يعني بدنا هيك تركيز وحماس وضحكة. تمام؟ حروح للسؤال الثاني يا روان. وحنشوف شو هو حظك بالسؤال الثاني يلي بيقول: أين تقع مدينة الدار البيضاء؟ مصر، موريتانيا، ألمانيا أو المغرب؟ الدار البيضاء كتير مشهورة، فيها كتير سياح بيجوا من كل أنحاء العالم. دولة عربية بتحمل، رح أقولك إنها دولة عربية فيها الدار البيضاء. مصر فيها كتير مغاربة. أنا عم قلكم لازم نركب له مايك، أنتم عم تردوا عليه. المغرب، المغرب. بالمغرب. إذن إجابتك صح. هلا عم بين كثير متحيزه للنساء انا، يعني ما عم يطلع لي شب لحتى ساعده. لا بس هو الصوت، لانه هو الصوت بيطلع قبل على التلفزيون. تمام. بيطلع عندي على الجوال قبل ما يطلع التلفزيون. هيك وقعتي حالك، وقعتي حالك، كشفتي حالك لحالك. الجمله الشهيره ما عم ميز، لانه ما عم ميز انا هون وهون. بدي اياكي توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. تمام، انا رح وطي التلفزيون واسمع. عن جد هو شكلهم بالقنيطره هيك مدعومين بالكهرباء. يلا والله مدعومين. قيمة السؤال يلي جاوبتي عليه، في عنا 8 بطاقات من الواحد لثمانية، بدي اياكي تختاري رقمين من الثمان ارقام. تمام، واحد والرقم الثاني و7. واحد و7. للأسف ما ربحتي، ولكن لسه مكملين. لسه مكملين يا شباب، في عنا مرحلة ثالثة هالمرة. يزن عندك القصة، انت بدك تعوض لها. انا بشوف الأرقام الكبيرة بهدول المربعات الثمانية بخاف. بغط على قلبك. روان. نحن هلا رح نروح للسؤال الثالث، وطبعا لسه عندك مرحله ثالثه ولعبه ثالثه ممكن تربحي، وطبعا ممكن تكوني معنا بكره بالسحب يلي هو قيمته 10 مليون ليره سوري. في عنا 5 مليون سوري لرابحين اثنين، فبدي اياكي تضلك عم بتشاركي، واكيد الربح ما خلص، لسه في عنا امل. وطبعا لانك، مو لانك امراه يعني، مو لاني متحيزه، بس يزن هلا حيعزف لك غنية. وبدي اياكي تعرفي شو اسمها. اي تمام. تمام؟ لا تصعب لي اياها. تمام. لا سهل. خلاص عزفتها كلها بقى يعني. كلها. يلا روان وصلنا للمقطع الاخير، لازم تكوني عرفتيها. شو هي الغنية؟ ما سمعتيها؟ صعبة شوي؟ غنية مصرية، اسم نبتة. غنية مصرية. محمد منير عم بيقول لك يزن. محمد منير. تحكي هيك عن نبتة بالجنينة وكذا، شو رأيك؟ نبتة النعنع بالجنينة. نبتة النعنع، ما عرفتها.
الله يوفقك لا تروحي لي تعملها مع الفاضي. عزفها كلها خلص نفسه. شو؟ نعناع. نعناع. ال. ال. نعناع. النعناع. الجنينة. 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 خلص قلتها. نعناع الجنينة. هلا شباب حيفضحونا قد ما انا عم ساعد النسوان. يلا حنشوف شو قيمة الربح. ثلاث صناديق يا روان من الواحد لثلاثة. تختاري رقم من ثلاث أرقام. اثنين. اثنين. إن شاء الله يا رب الرقم يكون كبير وتربحي معنا. قلت لك حنعوض وهي عوضنا 200,000 ان شاء الله. الف مبروك. شكرا لك. مثل ما خبرتكم من قبل في عنا بكرة 10 مليون لرابحين اثنين، كل رابح رح يربح 5 مليون، فنحن بانتظاركم. رمضان هو فرصة لإلنا كلنا لحتى نراجع حالنا، نتقرب لرب العالمين ونعيد حساباتنا ونحاول نجبر الخواطر ونرسم بسمة على وجوه الناس. وأيضا رمضان شهر الربح والسهرات الحلوة. لا تنسوا العشرة ملايين بانتظاركم بكرة، ونحن دائما بانتظار اللمة اللطيفة والأجواء الدافئة يلي عم بتضيفوها لإلنا. رمضان أحلى معكم. أنا أكيد بشوفكم بكرة بنفس الموعد 10 المساء على قناة سماء الفضائية. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، تضلوا بسعادة يا رب وراحة بال. ويلا على الجنينة بقى. على الجنينة. بريدك يا ولد عمي، قالت لي بريدك يا ولد عمي، تعدوق لا عسل سايل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الطمي، على مهلك علي أنا حلت أبويا أمي. 1 2 3 4. نعناع الجنينة بس بالحيطان، شجر المسترح ضلل على عيدان. نعناع الجنينة بس بالحيطان، شجر المسترح ضلل على عيدان. في عشق البلد انفقتنا باليوم، قرنبيلي وقف عجلاته جنب اليوم، بقدم شكوتي لحاكم الخرطوم، اجل جلستي لما